مر عام 2020 وألقى بظلاله على محافظة كركوك التي مرت بتقلبات عدة كالسياسية والاقتصادية، لكن أبرزها جائحة كورونا، حيث كانت كركوك من أول المحافظات التي دخلها الفيروس في 25 من شباط. طبعا محافظة كركوك كانت أول محافظة في العراق تم تسجيل إصابة فيروس كوفيد 19 لمواطن عراقي قادم من إيران. تم عمل إجراءات وقائية وعمل ردة وبائية خاصة في داخل مستشفى كركوك العام خاصة بالأمراض الانتقالية. تم أيضا اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والمختبرية اللازمة لهم، عمل فحوصات كافة لجميع الملامسين الذين قاموا بالقدوم من البلدان الأخرى. سجلت كركوك أول الإصابات لعائلة قادمة من طهران، حتى بلغ عدد المصابين لنهاية العام أكثر من 31,000، وعدد المتشافين يقارب 27,000، أما عدد الذين وافتهم المنية بسبب الفيروس أكثر من 780 مواطن. لحد الآن عدد المصابين في المحافظة هي 31,772 شخص انصابوا لحد الآن من 24/2 لحد البارحة. عدد المتشافين 27,917 شخص، عدد الوفيات 783، وعدد حالات العزل المنزلي حاليا هي 3003. ويطوي عام 2020 صفحاته التي كتبت بكثير من الفقد والألم، ليستقبل العالم عاما جديدا بالأمل والتمني، رغم أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.